اهو كده، ونديها السنتي في البق مباشر بالطريقة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل مشترك ومحب قناة حسين أبو عبده. يا رب كده دايما تكونوا خير وسعادة. النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا هتكلم فيه عن مضاد السموم ومنشط كبدي، وليه احنا بنستخدم مضاد السموم ومنشط كبدي. طبعا يا جماعة بنلاقي بعض الحمام عندنا لما بنطلع بنلاقي فيه حالة خمول، لا الحمام طبعا بيكلف ولا بيقرب على الأكل، بتلاقي فيه حالة كشاشان. مفيش أي أمراض طبعا عند الحمام ولا أي أعراض، ولكن فيه حالة كشاشان اللي احنا بنتكلم عليها. تلاقي بعد الذكورة إن النوتي طبعا بتقرب من الذكر تبدأ توشوش له، ولكن الذكر فيه حالة خمول. طبعا مفيش أي أعراض زي اللي أنا قلتها دي خالص، لا في طبعا لون الزرق ولا أي حاجة فيه تغيرات فيه، ولا في أي مرض من الأمراض اللي هي بتبقى عند الحمام بتاعنا. فلازم في الوقت ده إن احنا نستخدم منشط كبدي. وفي بعض الناس بتستخدم الأعلاف، وخاصة بقى لما بيكون في ناس طبعا بتحب تشغل دماغها مع الحمام بتاعنا، فبتحط طبعا العليقة أو العلف اللي احنا بنتكلم عليه، وخاصة لما بيكون عندها زغليل عايزة طبعا حجم الزغليل يكبر، بتكلب بالعلف. فلو عملت كده لازم تستخدم مضاد سموم. أنا بنصح بقى طبعا إن موضوع العلف ده يا جماعة بلاش منه خالص، اشتغل بالكلفة صدقني برضه هيبقى في عندك زيادة في الوزن وزيادة في الحجم. المهم طبعا لو احنا استخدمنا العلف أو استخدمنا العليقة اللي احنا بنقول عليها في الكلفة أو خلافه، فلازم طبعا كل أسبوع لازم تستخدم مضاد سموم ومنشط كبدي اللي أنا هتكلم عليه إن شاء الله في الفيديو، اللي هو هيبيتيكم ده 8 و10 جنيه. أهو أهو يا جماعة، طبعا عشان يبقى واضح للناس 8 و10 جنيه، موجود في الصيدلية البشرية، أرخص مضاد سموم ومنشط كبدي موجود، وممكن تستخدمه بديل طبعا للمنشط الكبدي أو مضاد السموم اللي هو البيطري. طبعا احنا عارفين إن مضاد سموم بيطري أو منشط كبدي بتلاقي تمنه غالي، فطبعا احنا بنستخدم اللي هو اللي بيتاكم. أو طبعا كنت اتكلمت قبل كده على فاركوفيت بي 12 اللي هو الكبسولات، فطبعا ده شراب هيبقى سهل الاستخدام معاك، ومهم جدا تستخدمه للحمام بتاعنا عشان الحالات اللي انا اتكلمت عليها دي. طبعا بيحصل حتى لو انت ما بتستخدمش طبعا اعلاف او اي حاجه زي كده، ممكن يحصل تسمم. تيجي طبعا الكلفه اللي هي ساعات بتيجي كلفه ملوثه او الميه اللي هي بتبقى ميه ملوثه، بنامن نفسنا لازم ان احنا نستخدم منشط كبدي ومضاد سموم ولو مره واحده بس في الاسبوع، صدقني هيفرق معاك كتير جدا، وهيفرق مع الحمام بتاعك من ناحيه الانتاجيه ومن ناحيه النشاط للحمام بتاعنا. لو احنا هندي فردي يبقى نعمل كده يا جماعه مع بعض اهو برضو عشان كلنا نبقى شايفين. اهم حاجه طبعا يا جماعه ان احنا لازم نرج الازازه قبل اي استخدام، لان طبعا زي ما احنا شايفين كده هتلاقيها مرقده تحت في قعر الازازه، فلازم ان احنا نرج ازازه الدواء بتاعنا كده بالطريقه دي كده عشان كله يتجانس مع بعض. هنسحب بقى سلطي اهو كده، وهدي في الفم مباشر للفرد بتاعنا كده. مثلا هنجيب المزايا دي كده اهو كده يا جماعه، ونديها السنتي في البق مباشر بالطريقه دي كده. دي كده يا جماعه الجرعه الفرديه. هنشوف بقى مع بعض الجرعه اللي هي الجرعه الكمالية. بنحط طبعا على كل لتر 5 سنتي، احنا طبعا بمسح ب 8 لتر حسب الكمية طبعا اللي احنا قلناها. فهنحط ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو كده يا جماعة، تقريبا كده يعني نص الازازة اهو. بس انا برضو حبيت اوريها لكم. نبدأ بقى نمسح الحمام بتاعنا. اهو كده يا جماعة بدأت الفصوص تشرب وتشرب الزغاليل زي ما احنا شايفين. كده يا جماعة ده العلاج اللي احنا قدمناه النهاردة، وده اللي انا حبيت اتكلم عليه. طبعا مهم جدا انك تقدمه لو مرة واحدة بس في الاسبوع، مش هيحصل اي حالة من الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو. كده بكون نهاية الفيديو بتاعي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، دعم لي ودعم للقناة، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.